وأعظم شيء هو المصيبة التي وقعنا فيها اليوم، وهو أن ينتحل شبابنا الزي وصفة وسلوك المغضوب عليهم أو الضالين أو المشركين الذين لا يؤمنون بالله البتة، الذين يقولون لا يوجد الله لا يوجد أصلا. فهؤلاء نحن نجعلهم قدوة، وشبابنا نجد فيه تلك الآثار، الآثار الموجودة اليوم في شبابنا من تحليقة شعره إلى أخمص أسبوعه في لباسه وحذائه وسرواله وقميصه وتبانه وقبعته وأساوره ووشمه وكل شيء موجود فيه وحليه وغير ذلك، وحتى في سلوكه ومشيته، حتى إن الإنسان لا يتمنى أنه لم يسمى بمحمد ولم يسمى بعبد الله، كان يتمنى أن يسمى بالأسماء الأعجمية. صار الإنسان يمقت نفسه، هذه ظاهرة خطيرة، هذه ظاهرة نفسية وتربوية وإيمانية وشخصية وعقدية، يعني ظاهرة تمس جميع الجوانب التي تحيط بالإنسان، بالفرد والمجتمع، بالفرد والمجتمع، يعني بحيث أننا نصير بعد ذلك لا نمتلك شخصية يعول عليها. الخطورة في لو نحكم العنوان اللي ذكره الشيخ محمد الآن، اللي راح نتكلم عليه الآن ولا لا نتكلم عليه الآن، نحكم العنوان نقولوا الشباب بين القدوة الحسنة والتقليد الأعمى، أو بين التقليد الأعمى والقدوة الحسنة. أخطر كلمة موجودة في العنوان وش هي؟ شباب، كلمة شباب، أنك تشوف راس مال كبار، أنك تشوف أمة كاملة معول عليها الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام وش ديرها؟ باش بنى الأمة، باش بنى دولة الإسلام، باش وصل لنا الدين هذا؟ والله بشباب، شباب فقط. لو كان ما عندوش هذوك الشباب الحواريين تاعو هذوك، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليعطينا هذيك الدفعة هذيك القوية هذيك الجيش العظيم من المجاهدين في سبيل الله ومن الدعاة إلى الله والعلماء والمقرئين والمربين، كل جيش هيئنا النبي عليه الصلاة والسلام. أمة حضرها لنا، منها بنت الأمة دولة الإسلام، وإلى يومنا هذا لا نجد فخرا مثل فخر الصحابة وجيل عصر الرسالة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. شباب كلهم شباب، السابقون الأولون المهاجرين ومن وقعت لهم الهجرة ومن أسلم بعد الفتح، كلهم شباب، وقليل منهم من فاوت عصر الشباب أو جيل الشباب. إذن الشباب هم معول الأمة، وهم كذلك قوامها، وهم عمودها، وهم قوتها. لماذا؟ لأنه ربي قال لنا هذا الكلام، ربي قال لنا هذا الكلام. ماذا قال لنا الله عز وجل؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، فتية خلص فيهم الدين، تخلص فيهم الدين كامل، وهم الذين آووا إلى الكهف حتى يحافظوا على ذلك الدين. وفتية كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وفتية ممن قال الله عز وجل فيهم هم عنصر القوة، قال والله خلقكم من ضعف، ربي خلقنا عن ضعف. هذاك الضعف منين؟ وانت صغير، بيبي صغير، هلا امك توكلك وانت ضعيف وتسحق كلش، من حيث الاطعام ومن حيث التنظيف ومن حيث الصيانه ومن حيث ينوموك ويلبسوك وكلش، وانت ضعيف، انسان ضعيف لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، ما تملك لنفسك شيء. والله خلقكم من ضعف، ثم بعد ذلك يكبر الانسان وتنفجر فيه قوة الشباب، ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه القوة هذه هي تاع الشباب، قوة، القوة موجودة في الشباب. والمرحلة الثالثة التي يمشي إليها الإنسان حتى يودع الدنيا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فالضعف الأول يعتريه الفرح، لأن الإنسان ضعيف صار جاي الدنيا تحلال الدنيا، ولذلك أجمل أيامك وانت ضعيف، اجمل ايامك وانت ضعيف جاي الدنيا، ايام الطفوله، ايام البراءه، انت فرحان بها. اليوم انت شاب، قوتك تبكي على ايام الطفوله، وبعد ذلك
تأتيك مرحلة فيها ضعف، بصح الضعف هذا تاع الثالث هذاك تاع الوداع، ماشي كيما الضعف الأول كي كنت صغير. هذاك الضعف الأول كي كنت صغير كنت فرحان جاي للدنيا، بصح الضعف هذاك الأخراني معاه شيبة كذلك. وكما يقال الشيب إن ذاب، لا لا لا، الشيب إن ذاب، كي نودنا شيب إحنا معطيهولنا تروح تروح قريب تروح تمشي. فلذلك إحنا اليوم شيبنا مع ضعفنا، هذا الضعف هذا يولد فينا ماذا؟ استعداد لليوم الآخر، وأننا سنودع الدنيا في يوم ما، ولم يبقى مثل الذي مضى. ولهذا الإنسان أي مرحلة يعول عليها كي نقسم الأمة نلقوا فيها ضعيف يأتينا إلى الدنيا، وقوي يعيش في الدنيا، وضعيف له شيبة يريد أن يودع الدنيا. المعول على من؟ تروح للشيخ الكبير يقول لك أنا خدمت لي عليا، السلام عليكم أنا رايح أنا. تروح للطفل الصغير هذاك ما يفهمش، صغير ضعيف. أين الأمة على من تقوم؟ تقوم على أبو بكر الشاب، وعمر الشاب، وعثمان الشاب، وعلي الشاب، والزبير الشاب، وأبو عبيدة الشاب، ومعاذ وفلان وفلان. تقوم على هؤلاء الشباب رضي الله عنهم، تقوم على أمة قوة التفكير، قوة البدن، النشاط، الحزم، الهمة، الآمال المرتفعة، أشياء كثيرة في الشاب يريد أن يفعلها. وهذا أمر إحنا ما لازمش نتكلموا عليه لأنه ملموس عندكم، ملموس حاجة ما يقدرش ينكرها الإنسان، أن قوة الأمة في شبابها. فأخطر كلمة موجودة في العنوان هي كلمة شباب. شباب، أنك تجد شابا اليوم يتقي الله ويستقيم على طاعة الله ويفكر سويا ويمشي سويا، لما تلقى مثل هذا الشيء هذا موجود، هذا تشعر به كأنه إنجاز عظيم. ولهذا شوف اليوم، إما شاب يمشي على طريق في قدوة حسنة، وإما شاب وما أكثرهم نسأل الله العافية والسلام والهداية، وما أكثرهم الذين يمشون على التقليد الأعمى. وشوف الآن لما نتكلموا عن التقليد الأعمى ونتكلموا عن القدوة الحسنة سيظهر لك الفرق بين هذا وهذا، وأوتوماتيكيا كما يقولوا أوتوماتيكيا سيظهر لك السبب وكيف نعالج الشباب وكيف يرجعون إلى الله تبارك وتعالى بكل سهولة. والله بكل سهولة، فقط نحن ندعو إلى الله. التفريق موجود فينا إحنا، إحنا ما ليش ندعو إلى الله. شبابنا الحمد لله فيه الخير العظيم، وراني ربي سبحانه وتعالى العجب العجب في شبابنا. والله شفنا العجب العجب، يعني شباب لما تشوف إنسان بالنظرة نتاعنا إحنا تقول ميؤوس منه، ميؤوس منه، ميؤوس منه، منه يسمع لك كلمة ولا اثنين وبعد تلقاه في بيت الله يصلي، والله تفرح. يعني كاين شباب ما شاء الله، وانا نقول لك والله ليست جهوية ولا إقليمية، شبابنا في الجزائر فيه خير عظيم. والله جربناه وعالجناه وزاولناه وتكلمنا معاه وبشرناه، وكان عندنا احتكاك كبير معاه في السنتين الأخيرتين، والله شبابنا في الخير. شوف بالسكر نتاعو وبالمخدرات نتاعو وبالإجرام نتاعو فيه خير، فيه خير عظيم 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 جدا. يعني فيه واحد الطيبة والعاطفة مهمة، ولكن العمى فقط، العمى. احنا حبينا وش نديرو؟ نعاودو نشعلو الضوء باش تبان المعالم تاع الناس، هذا ما كان، باش يعاودو يشوفو الطريق، هذا ما كان. والهداية بيد من؟ بيد مولانا سبحانه وتعالى، ما نحن إلا سبب فقط. تعرفوا أن القدوة الحسنة يعرفوها العلماء بواحد المعنى، نعطيكم معناها، كنا نعطيكم التعريفات هذا، بلك نعطيكم المعنى وش معناها. القدوة الحسنة وش هي؟ هي المثل أو الامتثال، اقتداء وامتثال، هي المثل الحي، مثل يكون حي موجود، حي بمعنى ماشي معناتها موجود الآن عندنا، مثل حي، مثل يعني وجد أصالة وبقي أثره موجود، كما النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله من الآخرة. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام راه معنا حي، حي بماذا؟ بأعماله وسنته. فنحن هذا مثال حي، مثال واقع، مش مثال خيالي، مثال واقعي حي. هذه القدوة الحسنة التي يحتذى حذوها للوصول إلى هدف نبيل. شوف الآن تحديد الهدف، عندك حاجة راح توصل لها مليحة، تتاخذ إنسان هو القدوة تاعك في ذلك الشيء.
دوك الان انت راح تسمي تقولي عليه متخذ انا انسان باش يمشي وراه عليه ما نرسمش الطريق لوحدي ونمشي وحدي على هذيك اللي راح نجاوبك عليها ان شاء الله. احنا الان بطبيعه الانسان باش تعرف اهميه القدوه في الحياه، اهميه القدوه تاعنا في الحياه. الله تبارك وتعالى واش قال لك؟ قال لقد كان لكم في ابراهيم اسوه، لقد كان لكم في ابراهيم ومن معه اسوه حسنه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون. يعني هذو إبراهيم ومن معه قالنا ربي لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أسوة حسنة في قمة التوحيد والبراءة من الشرك. ولقد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب باتفاق العلماء لأمة الإسلام كلها وللناس جميعا، أذكر ربي في سورة الأنعام 18 نبي ورسول، أذكرهم ربي مسلسلين. لما ذكر 18 في سورة الأنعام بعد قصة إبراهيم وذكر همة عالية في قصة إبراهيم ومجادلته مع قومه، أذكرنا ربي سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يعني هذوك الأنبياء هذوك اللي لازمك تمشي على طريق نتاعهم، هم الذين يرسمون لك المثال الحي للدين الذي أمرنا الله به. إذا احنا الآن احنا لما نسمع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم فيه أسوة حسنة، يعني في إبراهيم والذين معه فبهداه مقتدي، لما نسمع هذا الكلام هذايا نفهم من عند ربي حاجة، بأن الدين كاين نظري، دين نظري أعطاه ربي شرحه لنا في القرآن وفي السنة مشروح تشوفه، يحكي لك عن الجنة عن النار، يحكي لك على صفات الله تبارك وتعالى، يحكي لك على الأنبياء وصفات النبوة، ويحكي لك على الرسالة، ويحكي لك على هذه الأشياء كاملة. بعد ذلك أنت فهمتهم شفتهم خلاص. الآن علاش لازم تتبع واحد؟ علاش لازم تتبع نبي؟ ربي سبحانه وتعالى حتى يذهب عنك الفهم الغامض حتى ما تفهمش غلط، أعطاك ناس يطبقوا هذاك الدين، يطبقوه يجسدوه، تولي تشوف الدين يمشي يمشي فوق الأرض باش يطبقوا انت يجيك ساهل باش ما تغلطش، ما تفهمش حاجة غلطة. هؤلاء الناس إذا سلكت مسلكهم غاب عنك الخطأ وضمنت السلامة في الطريق والوصول تضمنها. علاه؟ لانك انت الجره اللي يمشوا عليها تتبع الجره تاعها، تتبع الخطوه ديالهم. ولذلك الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام، ياك اعطاه الدين واعطاه الوحي، والنبي عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى، الكلام تاعه موحى اليه. فالان علاش يقول فبهداه مقتدي؟ علاش يقول فاتبع مله ابراهيم حنيفا؟ على قال اتبع مله ابراهيم، على ما قالوش الدين تاعك وتبعه وحدك؟ هاول نزلت عليك القرآن تبع وحدك. علاه؟ لأن طبيعة الإنسان، طبيعة البشر، أنه من أنجع ما ينبغي أن يمشي به هو الاقتداء، أننا نقتدي. ولذلك الآن وش يقول العلماء؟ يقولوا أنجع وأسهل وأسرع، شوف أنجع يعني بمعناتها تضمنها، أنجع وأسرع وأحسن يعني أسهل وأسرع وأنجع طريقة للتربية هي طريقة التربية بالقدوة، نربي بالقدوة. نعطيك أنا مثال تشوفه أنت في حياتك اليومية. شوف الآن لما تكون أنت تشوف البنت صغيرة في البيت تصلي، أمها تصلي، الأم وش تدير؟ الأم لما يأذن الأذان تحط الشغل تاعها وتروح تلفد الخمار وتلفد لباس الصلاة وتلبسه وتحط الزربية وتوجه القبلة وتصلي. تلقى البنت الصغيرة هذيك اللي في مراها عامين مازالت بالحفاظات أكرمكم الله، بالحفاظات. وش تدير؟ تروح تلقاها وحدها كي تحب تلعب، تلعب هذا تلعب، ما تعرف لا أذن ولا خمس سنوات ولا مازال الكلام ما تعرف كلام ليه. وش تدير؟ تروح تحكم خمار تلبسه وتلبس هذاك الحجاب وتفرش الزربية وتلقاها تحب تسجد وتطلع. منين جابت الأمر هذايا؟ هي تقليدا لأمها، تقليدا لأمها. ولذلك الإنسان يتبع من؟ يتبع أقرب إنسان مؤثر فيه راح يقلده، وهذا سيأتينا في التقليد الآن. فالإنسان الآن شكون يقلد؟ شكون يأثر في البنت الصغيرة؟ أبوها. وشكون يأثر في الولد؟ أبوه.
فلذلك التقليد الآن هذه البنت التي ارتسم فيها دين الله، بنت صغيرة في عمرها عامين، شفنا فيها علامة من علامات الدين، وهي لا تدري، هي كانت تقرأ بشكل ديني ما تعرفش، هذه كي شفنا فيها هذه العلامة من علامات الدين، ربي أعطانا إشارة، قال لنا تستطيعون أن توصلوا هذا الدين بالقدوة لما نكون إحنا قدوة حقيقية، تستطيعون أن توصلوا هذا الدين بالقدوة بطريقة سهلة، يعني أسهل من الكتب وأسهل من مكبرات الصوت وأسهل من المحاضرات وأسهل من الدروس، القدوة فقط، القدوة فقط، تمشي وحدها الدنيا لما نكون نحن قدوة حقيقية. ولهذا الآن لما خاطبنا الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، تعرفوا أن هذا مش معناتها أننا نتبع فقط النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نعمل، معناها أننا نعمل من أجل أن نكون نحن كذلك قدوة يتبعون الناس. وراه الدليل، قال لنا ربي سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا في أواخر سورة الفرقان صفة من صفات عباد الرحمن، وش قالوا عباد الرحمن؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وش معناتها إماما؟ معناتها قدوة، معناتها شوف علو الهمة تاع الإنسان المسلم الذي له عباد الرحمن. وش لازم يكون هذا عبد الرحمن؟ ماذا يكون؟ أن يكون قدوة. وش معناتها إماما بمعنى قدوة؟ إن إبراهيم كان أمة، فالأمة والإمام بمعنى قدوة. فالآن الإنسان لابد عليه أن يعمل باش يصلح نفسه، يقول لي هو قدوة للمتقين. شوف، قدوة للمتقين إماما، أي بمعنى يا ربي اجعلني للمتقين أنا وأهلي قدوة للمتقين. يعني كي تكون أنت قدوة للمتقين ما نبتاه لدرجة التقوى تاعك والله يعني راهي عالية. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ما يكونش الإنسان كما يقولون يقف عند صحنه يقول أنا صلي الصلاة الخمس، صوم رمضان، ناكل نشرب، نعيش في داري، نوكل وليداتي، نروح الخدمة تاعي، عاود نولي، عندي سيارتي، عندي داري، الحمد لله، ناقص حتى واحد بيقيسني. والأمة اللي تغرق شكون هي نقدها؟ الأمة شكون؟ هذه مشكلة عظيمة فينا اليوم. وهذه ظاهرة تربوية يدرسوها العلماء، يقول لك ظاهرة الأنانية في الإنسان المسلم. إنسان مسلم يولي مسلم، وش يدير بعدها؟ يقول لك الحمد لله نروح صلاتي نهضر مع حتى واحد نعاود نولي. هذوك الشباب اللي مضيعين في الطريق والناس العائله تاعك اللي مضالين بهم اللي ما يصلوش، هذوك الناس اللي راهم يسرقوا، هذوك الناس اللي راهم يسبوا ربي عز وجل، هذوك شكون بهم هذوك؟ كاين اللي يحكم داري وانت تحكم داري، وكل واحد يهني روحه ويحل التليفون وقت ما يحب يغلق وقت ما يحب، وما يحوس يستقبل حتى انسان، واحد ما يكسبوا راسه ويعيش كيما هو كيما الناس ويطلق روحه لاباس عليه. كي نديروا كامل هذا، شكون اللي يهدي الأمة؟ كان قادر يديرها أبو بكر الصديق اللي كان عنده تجارته يديرها بتجارته، ما كانش يدير معاه واحد يدخل معاه الغار ونهرب ونخرج ونروح المدينة ونقول علاش دارها لي أنا؟ نؤمن بربي عز وجل ونعيش في سياق الناس، نرسل الدنيا ندخل للإسلام. ولا لا لا، يقول لك الجنة مضمونة، وراء المشكلة. الجنة وضعت لأهل الهمم العالية. والله سبحانه وتعالى لا يرضى منا أن نكون من أهل الدون، نكون دونيين. لكن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا أهمية القدوة في الحياة ينبغي أن تكون، ينبغي أن نثمنها، لأن طبيعة الإنسان ربي سبحانه وتعالى خلق فيه حب الاقتداء، كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ولما كان الناس كأسراب القطة، يعني يتبع آخرها أولها، أسراب القطة شكون كل ليفول تاع هذوك الأسراب تاع الطيور تشوفهم القادم الواحد من قدامهم كامل يتبعوا فيه، يروح اليمين يروح اليمين يروح يتبع آخرها أولها. الناس هكذا ذوك الآن أحيانا تشوف الناس اليوم، وهذا الحديث هذا اتخذه اليهود وخدموا منه كلمة الموضة، كلمة الموضة. ولا الإنسان وش يدير؟ يتبع بك، يتبع بك على لأنه فيه الطبع، هما اغتنموا الطبع اللي راه موجود فيك، هذا الطبع اللي جبلة خلقها ربي فينا، خلقها في الإنسان، أن الإنسان لازم منه يقتدي، هذا لازم يتبع. شكون يتبع؟ درك حنا الطبيعة لا تقبل فارغ، حنا فقدنا القدوة الحسنة، جات القدوة السيئة وعندهم هما، كيحط لك بنادم مشرم ودير المنقوشة ويقول لك بلي هذا هو البطل، هذا هو بطل العالم.
وبعد الإنسان هذاك اللي مات، العالم هذاك العالم الحقيقي البطل الحقيقي العالم الذي يحفظ القرآن الكريم ويفسر القرآن الكريم وعاش دهرا بين الكتب ويدعو إلى الله عز وجل وأصلح به الله عز وجل شحال من عائلة وأصلح به الله عز وجل شحال من إنسان وشحال من شاب، هذاك يموت في ظلمات لا يعرفه أحد ولا يزكى ولا يذكر أصلا. تولي أنت تشوف هذاك بطل العالم هذاك الذي تعطى له الملايير ويقولوا شبابنا يحسبونه بلي هذا يدير 26 أورو في الثانية وهذاك يدير 4 ملايير في كذا وهذاك يدي في الدقيقة كذا وهذاك يدي كذا وهذاك على بالك الصباط نتاعو شحال يسوى، يولي التعظيم هنا يتوجه الإنسان طبيعة ما تقبلش الفارق. حنا فقدنا القدوة، حنا ما نستناوش الإعلام هو اللي يورينا القدوة شكون هو، لأن الإعلام طبيعته أنه ما يورينكش ماذا به يغير لك المفاهيم، وسيأتي الكلام هذا في التقليد العام، سنتكلم عن أسباب التقليد العام. فالآن القدوة طبيعة الإنسان أنه لازم يقلد، ربي خلق فيه القلد، لو كنت تشتمش بلي لازم تاكل، لازم تاكل، كذلك أنت يا ربي خلق فيك واحد الحاجة الداخل جبلة فطرة أنك لازم تقلد، لازم تقلد. فالآن طوبى لمن اتخذ قدوة حسنة، يعني لازم تكون لازم إما قدوة حسنة وإما قدوة سيئة، لازم تخير واحد. إذا خيرت القدوة الحسنة فهدفك الإيمان، ولا خيرت القدوة السيئة لا هدف لك. مستحيل ألف ألف مستحيل أن الذي يقلد تقليد الأعمى عنده هدف، ما يكونش عنده هدف. لو كنت يقلد تقليد الأعمى لبسوا أحمر لبسوا أخضر لبسوا أخضر لبسوا أخضر، يقول يسأل على لبس الأحمر، أنا عندي هدف، أنا مانيش مسلم واني حاب نلحق نولي نلعب كرة ولا نغني ولا وني نقلد فيك أنت أيها اللاعب. اليوم أنت درت مشابه هنا، علاه درتو؟ باش نقلدك، حبيت نقلدك، علاه درتو؟ كي يكون عندي هدف نسأل، كي ما عنديش هدف دارو ندير نحاه النحية خاطش ما عنديش هدف، يقول لي أنا ما عنديش شخصية، أنا غير موجود، يقول لي ماهيش موجود، يعني وجودي غير وارد أصلا، لماذا؟ لأني قلت تقليد أعمى. لذلك الآن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وربي خلقنا حنا في طرفينا فطرة أنك تنتابك الآن أولادك وخوتك وزوجتك وأنت يا بالذات لازم تقلد، ودير في بالك، ما تقولش أنا ما نقلد لا هذا ولا هذا، لازم تقلد، ربي خلقها فيك هكذا دايرة، وحدك وحدك بلا ما تفيدك غير حقي تقلد. ولذلك طبعنا سماق دور مع الانسان سماق اللي تهضر كما هو ترفد عليه كلايب وطبائع وكل شيء، ولذلك المرء على دين خليله، ولهذا الدين دين الانسان يتكون من صاحبه، ويوم القيامه الانسان اذا دخل جهنم وش يتفكر؟ يا ليتني لم اتخذ فلان من خليل، اول حاجه يتفكر شكون؟ هذاك المصدر اللي كان جاب لي الفساد هو اللي تهضر معاه، ولهذا الانسان دائما يتاثر، هذه لازم نعرفوها ونتيقنوا منها ونبلعوها، نبلعوها ما نكذبوش على روحتي، اننا لازم نقلد. هذه اهميه القدوه، ان الانسان لازم يقلد. اهميه القدوه التكامل، وشنو هو التكامل؟ معناتها لما تشوف انت انسان تتخذه انت قدوه، تقول له عندنا الامام تاع الحومه تاعنا ما شاء الله الله يبارك، ولا المؤذن ولا القيم ولا معلم القران ولا الاستاذ اللي يقرني في الجامعه ولا في الثانويه ولا الله يبارك ما شاء الله، يعني عنده صفات عموما ما شاء الله يصلح ان يكون قدوه، يمر عليا ولا نتناول في المخدرات ولا نلعب في الكره ولا نلعب في الدومين ولا مر عليا الانسان هذاك وراح يصلي وانا لا ما نصليش عيب عليا، وش يدير لي هذاك الانسان؟ راح يكمل فيا النقائص، اهميه القدوه هنا راح يكمل فيا النقائص، بمعنى ان انا راح نشوف نقول هذا الانسان انا نقتدي به او يروح الجامع ويقول لي نروح نمشي نصلي انا ثاني. الان انا بديت ندخل بديت نعمر في روحي شويه، بديت عليه 5% وبعد بديت 10% وبعد 20%، في يوم من الايام لقيت هو الانسان هذاك غلط، هو غلط هذاك القدوه هذاك غلط، وسياتينا ذكر 3 مفاهيم خاطئه حول القدوه الحسنه، هذاك الانسان غلط. الان انا لما يغلط هذاك الانسان وانا يكون عندي مفهوم مليح نفهم بلي ذاك الانسان مهما كان هو قدوه بصح هو بشر يغلط ثاني، فالان انا واش ندير له؟ انا راح نولي نبين له بلي انا راني نقتدي به، هو كيشوف بلي انا راني نقتدي به واش يدير؟ يولي الغلطه ما يديرهمش، حتى ولو دارهم ما يبينهمش، يولي يستتر ينقص الشر. لما نشوف انا في عيوب، لما نشوف بلي الناس تقتدي بيا واش ندير؟ ما
نقول على الاقل هذه ما نديرهاش قدام الناس، على الاقل ما نديرهاش قدام الناس. الناس كاين الناس هما يتبع فينا. فالان نولي واش ندير انا؟ نولي نحذر، نولي انا نحذر من هذه الاشياء التي ربما الناس قد يمقتونها. يقول لك انا نتبعو فيه هو يدير هذا الشيء. هذا ماذا يفعلون الناس الان؟ الناس يوليو ينظروا اليك، تولي واش دير انت؟ تولي تتكمل نفسك. شوف الان انا كنت قدوه، راني كملت هذاك الانسان، كملته لانه هو كان يشوف يبدا بالعقل، بالعقل يسكن في روحه. وليت انا بعدها هو كي نسمع بلي يتبع فيا واش ندير؟ نولي انا نكمل في نفسي. فيولي التكامل بيني بين المقتدي والمقتدى به، كاين تكامل. وهذا هو اللي يسرع اصلاح المجتمع، يولي المجتمع يسرع بسرعه. ولذلك القدوه تربي الحياه، القدوه واش دير؟ تربي الحياه. شوف الان اي انسان انت تقتدي به تولي تحبه. مستحيل انك انسان تقتدي به انت ما تحبوش، لازم تولي تحبه، تعجب به. وسياتينا بعض الاسباب الاخرى نذكرها في التقرير الاعلى. الان انت انسان باش تقتدي به واش دير؟ اولا انك تعتقد انه راه مليح، ثانيا انك تعتقد بان الانسان هذا راه يعني عنده صفات كثيره ان لم نقل كلها مليحه. والامر الثالث واش تعتقد؟ تعتقد انك تحبه، تولي تحبه. كي تولي تحبه تولي تقول الانسان انا هذا يا انا تبعه، هذا الانسان كيما يدير هو ندير انا، لان هذا الانسان على طريق صلاح بشر. نتبعه كيفاش حفظ القران هو، واش دار باش ولا يحفظ، كيفاش وفق روحه ما بين حفظ القران او حضور الحلقات في المسجد واداء الصلوات في المسجد والعمل تاعو، كيفاش دار هذا الانسان؟ كيما دار هو ندير انا نسقسيه نروح نشوف كيفاش دار الانسان هذا، نمشي كيفاش دار الانسان هذا باش يقدر يحافظ على خمس صلوات في المسجد، نتبعه انا نمشي مواه نتبعه واش دار ندير. كيفاش قدر يخرج من هذا المازق؟ كيفاش قدر يحبس الدخان تاعو ولا يحبس الدخان انا تاعي؟ كيفاش هذاك الانسان يحبس المخدر يحبس انا؟ ناخذ منه تجربه. فالان هذا الانسان راح يوفر عليا اشياء. ولذلك واش يقول؟ يقول بلي القدوه الحسنه توفر التجربه على الناس. باش انت ما كان لها تجربه، ما كان لها. انا جربت انا وضيعت عمر وعشت انا 70 ل 80 سنه وضيعت اعمار وصارت مشاكل وضيعت في بعض الامور 10 سنوات. انت ما كان لها تضيع 10 سنين هذيك، ما كان لها تضيعها. خذ انسان اقتدي به. كيف تقتدي؟ تقتدي بهذاك الانسان اللي عنده حاجه مثلك انت. قال فلان كان يتناول المخدرات كيما انا، وكيفاش ولا انسان صالح؟ نروح ليه، كيفاش قدرت تحبسها؟ سألو كيفاش قدرت تطيح والديك؟ انا عندي مشكل مع والديا، وانت كان عندك مشكل مع والديك، كيفاش حليت المشكل معاهم؟ نحل انا ثاني المشكل معاهم. فالان واش يوفر عليك الانسان؟ يوفر عليك التجربه. ما تقعدش كيما نقولوا حنا بين قوسين تردوا لي مباشره تروح للحل، وفر عليك. فمن رزقه الله الاقتداء رزقه نعمه عظيمه، يوفر عليه اشياء كثيره. ولذلك القدوه عظيمه. من الامور التي هي يعني تدل على 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 اهميه القدوه في الحياه نتاعنا هي الدلاله على امكانيه التطبيق. واش معنى الكلام هذا؟ الدلاله على امكانيه التطبيق. شوفوا كم من شيء ياتي الانسان او ياتي الشيطان الانسان فيوحي اليه ان هذا الشيء مستحيل. كم البليه، كل بليه راه مبني بها الانسان، هذه حفظوها باش تقولوها للناس. طيحوا مع واحد انسان يشرب الخمر، واحد في المخدرات، واحد يتكيف ما حبش يحبس، واحد يتبع النساء ما حبش يحبس. اي حاجه ابتلي بها الانسان، شوفوا اول حاجه راح يوحي الشيطان لهذاك الانسان واش يقول؟ انا مستحيل احبسها. هذا يقول لك، يقول لك انا نحبس الغنى مستحيل. نحبس حاجه، شوف قول لي كلش غير هذا ما نحبسوش. الانسان اللي يتبلى بالبليه، احنا علاش نسموها البليه؟ هذيك هي اللي تدخل بها النار. شفت الحاجه اللي تقدر تقول انت يا بلي انا هذيك غير هذيك ما نقدرش نحبسها، هذيك هي اللي دخلت النار. خاطرش هذيك هي نقطة الامتحان التي تفصل بينك وبين هذاك الله. ربي راه يقول لك في هذيك الحاجة يا أنا يا هي، أنت تقول له هي، أنت تقول له هو يقول لك حبسها، أنت تقول له لا هي. أنت صليت وصمت ودرت كلش، بصح في هذيك النقطة أنتايا مديت ربي حاجة واحد العلامة باللي أنتايا تفضل هذيك الحاجة على ربي. فأنت امتحانك ودينك الآن جنتك ونارك راهي مبنية على هذيك الحاجة. هنا هي مبنية. الآن أنت لو كان تحبسها تفوز. تفوز. ولو كان ما تحبسهاش راح مع مرور الزمن تتخلى عن دينك. وراح تكون هي السبب. ولذلك شوفوا كاين ذنوب كثيرة.
باش ما نطولوش فيها، كاين ذنوب كثيره ذكرها ربي سبحانه وتعالى وذكرت في السنه تكون هي سبب الانسان في دخول الجنه. يستغرب الانسان يقول علاه دخلوا على جال الصلاه، علاه دخلوا على جال الربا، علاش دخلوا على جال هذيك الحاجه، علاش دخلوا هو على هذيك الحاجه، لان هذيك الحاجه كانت هي العنوان على ان هذاك الانسان يقيم شرمي. ولذلك ممكن الانسان يفعل حاجه واحده صغيره ويبقى شاد فيها، يقول لك انا هذه ما نبطلهاش، هي حرام على بالو بلي حرام ما نبطلهاش. فالانسان الان مربط الفرس به، فساده وسبب يعني تمسكه بالبريه التي تدخله الى النار هو انه يعتقد انه مستحيل يقدر يحبسها. الاعتقاد بانه مستحيل يجي واحد اخر كيما انت، انت راك تصلي وكل شيء دير وساعه ساعه تعمل حاجه مش مليحه، وهذيك الحاجه اللي مش مليحه اللي دائما ديرها انت لصقت فيك عواد، وهي لصقه فيك وخلاص وليت انت معتاد عليها ورايح تدخل في الجهنم. خاطر شعبك كي تعتاد عليها تولي ما تستغفرش الله منها، كي توالف كاش واحد شفته كمل الدخان ما استغفر الله وتوب عليه من الدخان، خلاص من بعد يزيد تشعل دار واحد اخر. فالان خلاص مشكين يوالف. فالان الانسان اللي راه مبلي مبليه فجأة ترى انسان قدوة، قدوة عنده نفس البلية كيما نتايا وحبسها بكل سهولة، بكل سهولة حبسها. واش دير انت في راسك؟ تنحي هذيك العقلية باللي مستحيل. شفتوا قدوة شحال فيها؟ تنحي العقلية باللي هذيك الشيء مستحيل. واش تقول؟ تقول انا هذا ما دام هذاك الانسان قدر، شنو ما قدرش؟ دوك انت تشوف انسان، انسان اعمى ما يشوفش، راح يصلي الصبح في عمره 80 سنة، راح يصلي صلاة الصبح في الأذان المريجين. شوف إنسان في عمره 70 سنة شيخ كبير عنده أمراض الروماتيزم وعنده السكر وعنده اللابونسي وعنده كل شيء، تلقاه في الأذان أولا. وأنت يا دير لي ميسكيلاسيون في الصالة في عمرك 30 سنة وفي عمرك 50 سنة ولا 40 سنة ولا 25 سنة تضرب بالحيط تريبه ما تقدرش تنوض الصبح، وتقول لي أنا مستحيل نوض الصبح، خير الصبح ما نقدرلوش. تسمى أنت واش تشوف؟ كي تشوف هذوك الناس الضعاف يجوا يعمروا الصف الاول وتشوفهم حاضرين على الصلوات الخمس، تقول ما دام انا هذو هذو بيديروا هكا، اذا انا يا اللي راني شاب وقوي انا تجي سهل عليهم انا. نحي من هذيك العقليه تاع مستحيل، ولا هذيك الرقده هذيك مستحيل نراطيها، وهذيك نحيهم هذوك العقليات. علاش نحيهم؟ لانك شفت قدوه، هذاك القدوه باعماله، باعماله هو لحقق واحد الرساله بانه ممكن انت تقدر دير كما انا وخير. أو يحب يلحق لك رسالة بالأعمال تاعه. ولذلك أحيانا والله والله لما توقف عند بعض الآيات تقول ربي سبحانه وتعالى عظيم، احنا ما عرفناش، والقرآن عجيب. أحيانا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أحيانا بعض الأعمال مليحة مليح توريها للناس. إذا كنت تجاهد نفسك وتخلص المياه لله مليح توريها للناس، وهذيك الأعمال مليحة. كاين أعمال وكاين أعمال ماشي كلها، كاين أعمال لما تبينها للناس ستحفز غيرك فيها وتذكره بأنه مقصر. وهذه من أهمية القدوة، أننا ندرك مدى تقصيرنا. لما يكون الإنسان عندنا قدوة دائما نقارن أنفسنا به، وهذاك الإنسان راه فوق ما شاء الله، واش دار أعمال صالحة، واش دار صدقات، واش دار خيرات، واش دار أخلاق طيبة، كلام جميل، كلمة طيبة، ابتسامة تتلاعب في الوجه، لمسات جميلة منه، يعمل أفعال أشياء جميلة يعني تبقى ترسم حياة جميلة لذلك الإنسان، سيرة طيبة، سيرة عطرة. هذاك الإنسان لما يشوفه احنا سيجعل لنا مقارنة جيدة للحياة. وهذه المشكلة تاعنا احنا، مشكل الإيمان. ولذلك لما ذكرنا في بعض المحاضرات قريبا في كيفية تقوية الإيمان، كيفاش نقوي الإيمان تاعنا؟ من الأمور التي نقوي بها الإيمان هي القدوة، يعني أنك تجعل الإنسان دائما هذاك الإنسان تقارن نفسك به، القدوة تاعك هذا هو القدوة، القدوة أنك تقارن نفسك به فتريد أن تحتدي، ماشي تتمنى أنه هو يولي كيما أنت، يا شطة يبطل الصلاة باش يولي كيما أنا، لا لا، تتمنى أنك أنت تبدأ الصلاة باش تولي كيما هو، هذه هي القدوة. فالقدوة الآن لما تقارن نفسك معها تولي تشعر دائما بالنقص، واش تولي قديما تجبد، دائما تخدم، دائما تقوي في ايمانك، تقول هذا صلى خمس سنوات في المسجد، انا صلي غير زوجه، ما لا ننزل نزل نطوى باش نولي كيما هو. واعظم مصيبه انك تروح في العكس، انك تقارن ايمانك بمن هو اضعف منك،
ولذلك قلت لإخواننا اللي عايشين في فرنسا، قلت لهم أصعب مصيبة راكم عايشين فيها وش هي؟ أنكم دائما تقارنون أنفسكم بالكفار. فتجي تصلي جمعة واحدة وتروح تخربها في السمانة كاملة. كاين مساكن ما يصلوش، أغلبيتهم ما يصليش، كي يكون خدام الله ما يصلي، ما يصلوش مساكن. ومن بعد يصلي الجمعة ويصور دارهم راه يصلي لنا الجمعة رانا ما شاء الله. ومن بعد يما تعيط من هنايا تعيط تقول لهم والله الحمد لله وليدي كان هنا خارب كان عليكم يصلي. هو وش يدير الآن؟ هو مليح ولا يصلي معليش ما شاء الله، ولكن المصيبة وين راهي؟ أنه راح يبقى حياته كاملة راح يقارن نفسه بالكفار. كي تخرج أنت من المسجد لا يوجد علامة على الدين، ما كاش الدين. شوف وش تشوف؟ تشوف الناقوس، تسمع الناقوس، تشوف الصليب، تشوف النساء عاريات، تشوف الخبر في كل مكان، تشوف الكفار وش هي، تشوف أعداء الله ظالمين بك. وش تولي بدا تحس روحك؟ تحس روحك أنت وكنت تصلي صلاة وحدة في العام تحس روحك ملايكة. والمصيبة فينا أننا دوك أنت عندك لو كان يبتليك الله هنا في الجزائر هنا وراك عايش، يبتليك الله عز وجل بزوج جيران ولا ثلاثة عيالين، راح تولي تقرر نفسك بهم. تقول أنا نصلي، أنا منصلي، أنا نصلي في الدار، بصح أنا منصلي، هذاك جاري ما يصليش. وهذه مصيبة بالك، رد بالك منها، رد بالك منها. ولا تقول وليدي أنا الحمد لله صح ما يصليش، وليدي صح ما يصليش، بصح خاطيه ما يكيفش، خاطيه لا ضرب ولا مصيبة هذه. وكاين بعض الناس يقول لك شوف أنا الحمد لله خاطيني كاع دعوة الشر، صح عندي غير الدخان والشمر، بصح دعوة الشر كاع خاطيني. راك غارق في الشر على بالك بها. تسمى راك في مصيبة كبيرة. فشوف أعظم مصيبة تديك الجهنم أنك تقارن نفسك بمن هو دونك. إياك. دائما النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر إلى من هو أفضل منه، من في الدين وفي الدنيا فلينظر إلى من هو دونه. تعرف تحب تشوف روحك في الناس، الناس اللي متخلفين عليك في الدنيا. قول أنني لابس هذا اللبسة بالك عندي عام ما شريتش لبسة جديدة، ولا كاين ناس 50 ما شريتش. بالك أنا راني كليت هذه الماكلة هذه، كاين ناس ما كلاش بالك يومين. بالك أنا اللي ركنت على هذه الماطلة هذه وجعتني شوية، كاين إنسان هذا الفلاط كاين سنو بيت برا. يعني دير في بالك باللي دايما الناس كاين أسوأ منك في الدنيا. هذا تقارن نفسك علاه؟ حتى لا تزدري نعمة الله عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، حتى تولوا دائما تذكروا النعمة تقول الحمد لله الحمد لله رانا في نعمة عظيمة. حنا واش درنا؟ قلبنا في الدنيا ولينا نقولوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون، وفي الآخرة ولينا نقولوا الحمد لله احنا رانا خير من هذاك فلان وفلان اللي موش يصلي وموش يدير. فهذه مصيبة عظيمة. فأهمية القدوة تكون وين؟ في رفع الإيمان في قلوب الناس، أن يرجع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بطريق عن هذا الطريق، عن طريق المقارنة. وكذلك الدلالة على إمكانية التطبيق وحث الناس. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في الحديبية مثلا، وكذلك وقع في فتح مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام كي راح الحديبية وتناقش مع الكفار كانوا محرمين، ما تفهموش مع الكفار على أنهم يدخلوا، داروا اتفاقيات أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ خلاص لازم يعاود ينحر الذبيحة نتاعو الهدي، ويعاود ينحي الإحرام ويلبس اللباس تاعو ويعاود يولي المدينة، ما يديرش العمرة. هذا اتفاق تاعه. لما قال الصحابة 1400 صحابي قال لهم الكلام هذا، ما قدروش الصحابة يقبلوها، قدرولهاش. قال لهم نحيوا الإحرام وتحللوا ونحروا الهدي، ما حبوش يتقوا الصحابة. غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبو سلمة قد ما بك؟ قال ما لي آمر وأعصر. يعني علاش ماهمش يطيعوا فيه؟ قالت له أم سلمة رضي الله عنها داخل الخيمة، قالت له اخرج من الخيمة تاعك وروح احكم الهدي تاعك ونحي نحي الإحرام وحلق رأسك وانحر الهدي تاعك أمام الناس. ففعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل الناس كلهم ذلك. كي شافوا واحد طبق خلاص راح يطبقوا كامل. شوف الآن القدوة كيفاش تؤثر في الناس، الفعل يؤثر في الناس. كذلك في فتح مكة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، 17 رمضان كان فتح مكة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان خرج صائما، الناس كلها صائمة. الرسول عليه الصلاة والسلام معها 10,000 جندي رايحين يفتحوا مكة صائمين، يعني الناس رايحة تدخل في حرب وصائمين ما يلاقوش، والجيش يولي ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ جاو ليه قالوا له الناس كاملة راهي صايمة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ الماء فشرب مثل ما فعل في عرفة. شرب النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس حتى يظهر لهم أني أنايا اللي راكم تشوفوا فيا نبي
وانا اتقى انسان وافضل انسان من حيث العبوديه، وراني كليت رمضان رخصه من الله تبارك وتعالى، فخذوا انتم الرخصه. فجاء فعلم ان ذلك هو الامثل، فاخذوا الرخصه فافطروا كلهم. فالقدوه مهمه جدا في الحياه، في تطبيق الاشياء، وكذلك في التناصح والتكامل، وكذلك في ضمان السلامه، تضمن لك السلامه القدوه. لما تشوف انسان النبي عليه الصلاه والسلام شاف هذا الطريق، سمع معناتها الطريق هذه مليحه توصل، راني ضامن بلي توصل، ما انا نمشي فيها. اذا لما نمشي وحدي ندي الدين وما نحوس ما نقلد حتى واحد، نفهم وحدي ونمشي وحدي وما نتبعش الرسول عليه الصلاه والسلام. واش ندير؟ سما نمشي ممكن ما نخرجش في الطريق. سما تضيع حياتك كامل وتتعب وتصلي ودير اشياء كثيره وبعد ما تخرجش في الطريق مليح. اذا باش تضمن الطريق مليح لازم تتبع الناس اللي مشاو قبلك، واحسن واحد مشى قبلك وصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد علينا ان نتخذ القدوه فتسلم الطريق ويسلم الهدف، كما قال التربويون والعلماء رحمهم الله. وهذا من اثار هذه القدوه اننا نحافظ على ديننا ونحافظ على اجيالنا. فالقدوه اخواني الكرام هي التي لا تقطع الاجيال، تخلي الاجيال تمشي حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي اللي خلوني هما ديت منهم هذاك الشيء القدوة تاعي، وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي خليهم يقتدوا بي الآن. شوف الآن لما يكون إنسان في سن الكهولة وش يصرى له؟ راح يولي رابط ما بين الجيل الذي يودع والجيل الذي يأتي المستقبل. فالآن وش يولي الإنسان هذا؟ يولي هو القدوة، يولي هو القدوة كما نقولوا احنا باللغة تاعنا باساسيون. يولي الإنسان يستلم الجيل ويمدوا الجيل اللي راهو جاي. فاحنا اليوم انقطع الجيل، أنت الآن باللباس تاعك لو كان يجي جدك ما يعرفكش يقول لك هذا مش حفيد، لأن الجد الآن شوف الآن لو كان تشوف جدك وجد جدك كيفاش كانوا يلبسوا؟ شوف لباسهم، خذ صورة من صور الأجداد تاعك جداتك ولا وشوف وقارنها بخوتك ولاولادك قرنها وشوف هل هذا من هذا؟ ماشي هو يعني لو ينهض الان جد من الاجداد نتاعك ويجي يشوف اولادك ويشوفك انت ويشوف زوجتك ايش دايره ولا ايش لابسه حتى في البيت، واش رانا لابسين واش رانا كيفاش الطريقه تاعنا والعاده تاعنا والماكله تاعنا وقله الاحترام الكبير في نظافتنا في اشياء كثيره. لما يشوفونا واش يديروا؟ يقول هذا مستحيل، مش من الاحفاد تاعي هذا مستحيل. علاه؟ لاننا كاين حاجه انقطعت، القدوه انقطعت، انقطعت القدوه. ولذلك اليوم من الاسباب التي جعلت القدوه تنقطع وش هي؟ اننا لا نخالط الاولاد، ما نخالطوهمش. الاولاد خليناهم يمشوا بعيد. حنايا وش نديروا؟ احنا عندنا مشكله اننا لا نواجه الواقع، ما نحبوش نديروا الحلول، احنا نحبوا نتهناو. وهذه مصيبه في التربيه، سمعوني مليح وفهموني مليح. احنا المشكل تاعنا الجيل تاعنا احنا، وخاصه احنا هذه ظاهره موجوده عندنا في الجزائر، موجوده الشعب الجزائري عنده هذه الميزه بزاف. وش هي؟ اننا اي حاجه نحبوا احنا كي توجعنا الدرس نحبوا نحلوها من البومبيوهاتش، سما ما نحبوش نديروا حل. دوك يجي ولد صغير لهنا الجامع يدير الحس نحوزوه ما نربيوهش نحوزوه يروح قول له روح واش ما دير كسر بومبيوهات برا ولا واش ما دير. وهذه قيس عليها بزاف امور، قيس عليها بزاف امور. الرسول عليه الصلاه والسلام قامة كبيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قاعدين معاه شكون؟ قاعدين معاه ناس مبشرين بالجنة، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، ناس كبار، ناس كبار. ناس عندهم شهادة من عند الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. قاعدين في مجلس وقاعد شاب صغير قدامه ياكل. وش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا غلام، شو وش قال صحابي؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك. سمي الله، ما قالوش مشي ضوء تاكل مع الكبار نتاعك. خلاه ياكل بصح عطالو درس، عطالو درس. خرجوا تربي به علم الادب مع الله، سمي الله، والادب مع الناس يعني مع النفس كل بيمينك، والادب مع الناس كل مما يليك. يعني ما دام انت ولد صغير راح تقعد معنا، احنا ناس كبار تكون معنا، نخليك تقعد معنا وتاكل معنا، بصح نعطيك درس حياتك ما تنساش. ونخرجك انسان متربي ونعطيك درس ربما ما يقراوش نفس الكتابات.
فيولي الانسان هذاك كي ياكل مما يليه مش معناتها معناتها انا راني في عمري 10 سنين ونلعبكم على صبار وناكل مما يليني. الان انا كي تعجبني حاجه يعجبني مرسول تاع الحموله راه قدام شيخ كبير ومن هذا ما نروحش ندي لي انا لاني انا مطالب اني ندير غير حقي برك لهنا ناكل غير قدامي برك. اما كي نكبر انا ويموت بابا ويما ويقعدوا خوتي وخواتاتي ما نديرهمش حق نتاع الميراث لاني ولدت تربيت من القصعه تربيت من القصعه يتربى الانسان. فالانسان هذه التربيه تاع النبي عليه الصلاه والسلام احنا نحس بينا هكذا ما كاين والو عم بدل العلم رانا في التليفون ولا ما نبانيش مرانا فاهمين عم بدل العلم رانا في شعر الصفر ليه العلم عند النبي عليه الصلاه والسلام والله اللي ما ترباش على السنه الله ما يترى. فلذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام خلى الطفل موجود شوفوا غلام غلام جا قاعد مع الرسول عليه الصلاه والسلام وقال هو على يمين ابو بكر هو على يمين النبي عليه الصلاه والسلام وعلى شمال النبي عليه الصلاه والسلام شوف الرسول قاعد عليه الصلاه والسلام على اليمين تاعو شكون طفل صغير وعلى اليسار تاعو شكون ابو بكر الصديق وروح بها الصف كبير عمر بن الخطاب الله يبارك تجي تقعد معاه ما تقدرش تشوف فيه ناس كبار رضي الله عنه. فجاء الرسول عليه الصلاه والسلام طلب اللبن طلب الماء فجاه جاء الماء جاء الطاس تاع الماء شرب عليه الصلاه والسلام لانه احنا لو كان نحبوا نسقيو الناس الشاي مثلا في المجلس كي نروحوا نسقي واش نديروا؟ نبداو باليمين تاعنا ونمشي. ولو كان واحد يطلب الماء هو يطلب الماء نبداو به هو الاول يطلب هو نبداو به ما نروحوش اليمين نروحوا اللي يطلب هذه السنه تاعنا. الان لما شرب النبي عليه الصلاه والسلام دوكا هذاك الطاس اللي شرب منه النبي عليه الصلاه والسلام الناس كامل تحب تشرب منه لا لا. فالان النبي عليه الصلاه والسلام حين بدلهم يشربوا خسر امامه على اليمين لقى طفل صغير وشاف على اليسار لقى الناس الكبار الناس اللي عندهم قيمه عند الله الصديق رضي الله عنه هو الناس الكبار دوك يمد العلماء ذاك الناس الكبار من اليسار قال العلماء ذاك قال له معليش تسمح لي قال له ما سمحش العلماء قال له شربت منها تا والله غير نشرب منها هذاك الغلام ماشي به ما يسمحش به البركه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام شرب منها هما يتلهفوا شكون يشرب وراه. فالان هذاك الغلام هذا قال له انا ما نسمحش عطاه هكا شوف الحقوق تاع الصاحب باش تمد. الان ما كانش قالوا واحد ما قال له انت ما تستحيش ناس كبار عليك ولا كذا احنا الاولاد نحطوهم في حجرنا ونربوهم معنا ونخرجوهم يمشوا معنا ونمدوا الدروس احنا عجزنا باش نمدوا حاوزنا كي عجزنا ولينا ما نمدوش حاوزنا ما تحققوش. ومن بعد كي انت الان انت متربي في الدار تروح للمسجد وتصلي ولاباس عليك ما شاء الله وليدك ما كانش وماكش تلاقى معاه ما تستغربش بعد 10 سنوات لما تقول انا هذا مستحيل وليدي. الان واش هي الكلمه اللي رانا نقولوها بزاف في الشوارع واش نقولوا؟ كي نمشوا في الطريق واش نقولوا؟ والله غير كي تشوفه تقول مستحيل هذا ما باه هكذا نقولوا لا لا والله نقول له اسمع شوف هذاك اللي جروا على بوليس واليوم وجاو يجروا وراه وداروا وعمل وقتل هذا ودار كذا هذاك اللي يبيع في وسط الله ويبيع كذا شتو هذاك؟ والله ما ديك تشوف باه في الجنه نقول له والله باه علاه علاه؟ كاين واحد القطعه قطعنا شي كاين حاجه قطعت ما مشيناهمش معانا ما خليناهمش يكبروا معانا وهذا مشكل في القدوه ويقتدي بك. الان لما تشوف الاثار احيانا شوف الاثار القدوه يقول العلماء اسهل واحسن وسيله للتربيه. لما تشوف انت كاين من الناس كاين من الناس اليوم لو كان تشوف في روحك انت الان تلقى روحك انسان كريم انسان كذا تلقى روحك بديت مع باباك من عند الاب تاعك ويقول لك بابه اقتدى علي في الكرم ومن لم يشابه اباه فما ظلم ومن يشابه اباه فما ظلم. الانسان اللي يشبه باباه ما ظلمش لانه علاه ملتصق به اقرب واحد لباباه هو. فلذلك الان يقتدي به اذا كان الاب كريم يولي كريم اذا كان بخيل يولي بخيل. فالان القدوه تسهل على الانسان هذا الامر هذا وتسهل علينا التربيه وتخلي كاين ربط بين الاجيال ما ينقطعوش الاجيال يبقى الدين يمشي. اليوم الدين راح ينقطع الدين راح يحبس لاننا ماناش نوصلوا ما يكفيش ان نوصلوا لهم العلم لازم نوصلوا لهم العادات نتاعنا ماشي العادات هذوك تاع الطمينه والطعام لا لا العادات نتاعنا اللي فيها الكرم والاخلاق والصدق والامانه هذه العادات المهمه اللي لازم نوصلوها لهم من ما نحكمش العادات نتاع العراس ولا ما يهموناش هذوك راحوا ولا قعدوا تبقى الامه غيظة لان كل امه بالعاده تاعها هذوك ما يهموش بزاف كما يهمنا الدين نتاعنا اخلاقنا تربيتنا كاين مبادئ الانسان يعيش فيها. انت عندك مبادئ انت راك في جيل ما شاء الله عندك مبادئ ما تكذبش
يقطعوك ما تخونش الأمانة ترجعها، يحطوا عندك مليار تردوهولا، هذو لازم يديهم وليدك من عندك. لأنه نقول لك واحد حاجة، كاين الدين هذا الدين هذا كي جا واش لقى؟ لقى رجال، لقاهم رجال، لقاهم واجدين للدين، حق الدين ولاو تسلوت الدنيا. دوك حنا ولادنا كي نفقدو لهم الرجولة تاعهم يولي الكذب كاين، الخيانة كاينة، دوك ولينا نخافو عليهم ولونا بنات، ولا لا؟ ولينا نخافو. دوك كنا نقولو الحمد لله وليدي أو ليس لي، دوك نقولو الحمد لله وليدي راه مازالو محافظ على روحو، مازالو ذكر، ولينا نخافو منه ولا لا؟ أما يلعبونا في البيت الثانية والفترة دابا. فلهذا الآن لما حنا الآن الدين كي جا واش دار؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. دوك هذا كان في كي كان في الجاهليه قبل ما يجي الدين، قبل ما يجي الرسول عليه الصلاه والسلام، كان عنده الغيره على العرض نتاعو، كانت عنده رجوله، راجل، كانت عنده الوفاء بالعهد. احتفل المغيره بن شعبه واش دار؟ المغيره بن شعبه كان سفاج كما نقولوا احنا بكري، كان مع صحابه خرجوا شربوا الخمر، المغيره بن شعبه خبط له في الراس يدخل في الاسلام، دخل في الاسلام. واش دار؟ هذوك صحابه خرجوا برا، خرجوا حواسين، باتوا في الخمر. قال لك انا دخلت الاسلام، درهم سرقهم كامل كيما درهم حقهم كامل، قال لك انا دركا انا وليت مسلم وهم كفار. ايا ما لا رقدوا هما سكروا مليح ورقدوا، درهم حقهم كامل وهرب عند النبي عليه الصلاه والسلام. كي راح عند الرسول عليه الصلاه والسلام واش دار له؟ قال له يا رسول الله شوف راني دخلت الاسلام وجبت لك معاه كامل اللي كانوا معايا سقطوا وجبت. قال له جبت لانه كفار. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له اما الاسلام فاقبل، اما هذيك الحاجه اللي جبتها تاع الناس خاطيني ما نديهاش. لانك ديتها بالغدر والمسلم ما يغدرش، ديتها بالغدر. انا رحت الحديبيه كي تلاقوا مع المغيره، المغيره ولا الحارس الشخصي تاع الرسول عيسى الصلاه. الان المغيره راهو الحارس الشخصي الكاردكور تاع الرسول عيسى الصلاه. كي قال المغيره المبعوث تاع قريش واش قالوا العروه بن مسعود واش قالوا؟ قالوا نزع يدك على لحيه النبي عليه الصلاه والسلام والا فلا رددتها، يعني ولا ما تقدرش ترجعها، ترجعها مقطوعه قطعها. المغيره تكلم الكلام هذا، قالوا انت الذي هربت على اسمك، انت يا قالوا انت اللي قدرت تاخذ الغدره هذا، قالوا مازال الغدره تاعك راني خلص فيها، لانه هو العينه تاعك. قالوا مازال انت شوف الان هذاك الكافر، هذاك الكافر محسوبه غدره لانهم هما كفار، بصح كاين حاجه الغدر وكذا، لا ما تلعبش فيهم هذو، هذوما مبادئ. ومن بعد كي نقولوا حنا فينا هذا الغدر ما كاش، الامانه كاينه، الاسم يكذب، شي انسان وفي بالعهد يعرف قيمه الناس، يعرف قيمه الراجل، يعرف قيمه المراه، كل واحد يعرف قيمه مكانه، يكونوا هذو موجودين مبادئ، هذو بلاد دينا، هذو بلاد دينا موجودين فينا. بعد ذلك تحط فينا الاسلام، الى الان الاسلام فينا ما شاء الله. إذا كان انا دوك توك مازالني كذاب، مازالني نغدر، مازالني كذا، مازالني كذا، دوك باش تسقمني طول معايا. تسمى يولي لازمني بزاف دروس، لازم نطول طول باش نتسقم. ولهذا الناس معادن، خياركم في الجاهليه في الاسلام. وليت لصقت في ذهننا، في ذهننا انك تجيب اجهل انسان يتكلم. نعطيك الدليل واش هو؟ كم من حكمه نقولوا قال كي تقول لك قال القاوي الناس تتلعب كي قال ربي ودي حكايتكم. فالان الانسان هذيك قال القاوري مهمه بزاف، علاه؟ لانه حنا لصق فينا، لصق فينا بان القاوري عنده الحكمه، القاوري ناجح في حياته، القاوري مليح، القاوري يقول واش يدير ويدير حنا؟ واش يدير ويدير حنا؟ ولهذا الان واش ولينا نقلدوا التقليد الاعمى، نمشوا برك نمشوا. دار هذيك دير هذيك، دار هذيك دير هذيك، نعمل هذيك، عباك هما ولاو يقولوا علاش يقلدوا فينا؟ هما ما على بالهمش شنو يديروا، هما انا كلمتهم يقول لك احنا ولادنا في الكولاج في السياق في الاكماليه ولا في الثانويه يقولوا نديروا هذيك الحاجه، يقولوا لديورهم يقولوا علاش قالوا لنا ديروا هذيك الحاجه؟ اش معناتها العيد هذاك؟ اش معناتها اللبسه هذيك تاع البابا نوال؟ اش معناتها؟ والله ما على بالهم، هما والله ما على بالهم. احنا اليوم نقلدوا فيهم في حوايج هما ما على بالهمش بهم. فلذلك الان لما يمشي الانسان بهذيك الطريقه يولي ولادو سهل عليهم انهم يسلمون مفاتيح حصول الاخيره للكفار. كي نقولوا نقلدوا برك نمشي، رانا نربيو في جيل راح يسلم المفاتيح تاع الحصول الاخيره تاع المسلمين، يمدها هذاك باطل مجانا للكفار. علاه؟ لان اذا كان الاب الحق لينا 40 سنه و 50 سنه الاب يلبس سوار البطن ولا يحفف تحفيفه بهذيك الطريقه. دوك وليدك واش تسنى منه؟ لازم يقلد هو ثاني. ولا شافك انت ترتعد، كلمني واحد في فرنسا قال لي كلمه جميله، واش قال لي؟ قال لي شوف انا شيخ كانت هذيك البطوله تاع العالم وكذا،
قال لي شوف هذا الشيء، قال لي انا مهووس بكرة القدم، قال لي مهووس وشوف بصح كي كل جيل مليح سبحان الله، قال لي ولكن واش ندير، قال لي روح نخبي روحي نتفرج، قال لي لازم ولادي ما يشوفونيش نتفرج، قال لي وكان نتفرج قدام ولادي ويشوفوني نعشق في اللاعبين ونفسيتي واش يقول لك؟ يقول لك الاب تاعنا همه كامل في شنو يسجل كامل، يعني تاخذ، قال ولادي عاطيني عظمه كبيره بان انسان صح ديما، قال ما نخسرهاش هذا الشيء هذا، لما يشوفونا حنايا الان نسمعوا ان اب قتل ابنه ضربه بلا ما يفيق، لما الفريق الاخر ما تاهلش، وهو بيكبر.